خالد خالد انا كنت عايز وغنيت لها وكنت ماسكه فيها بايديها الاثنين كنت حاسس اني طاير مش مهم ده كله المهم صاحبتها قول لي ما جبتلهاش اي سيره الباب الباب مش مهم الباب انت ما جبتش سيره عني افتح الباب ده بين له هشام لو هشام اوعى تجيب سيره قدامه انت فاهم ليه من غير ليه اسكت خالص حسن هشام انا جيت يا معلم ما انا شفتك عايز اقول لك على حاجه حسن ما احنا كنا في سيرتك يا رب فكرنا 10 جنيه والله اتفضل اتفضل ايه في ايه تعرف حسن ان انت وشك حلو عليا يا حسن من ساعه لما جيت سكنت معاك هنا وانا الحركات نازله عليا بترخ وخصوصا اخر حركه يا حسن حركه انت ايه وفي ايه النهارده انتوا ايه اللي جرالكم ولا الجسم يا حسن الجسم يا حسن ماله الوسط مش عايز اقول لك الشفايف عامله زي الفراوله لما تمسكها كده يا حسن طيب 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 عينين زي عيون القمر ولا رجلين يا حسن الرجلين شغلانه الرجلين دي يا حسن مصبوبه حته صبره كده ملهاش اي حل كفايه كفايه زي الهوا لمستها تدوخ بتدوخ بيقول لك بتدوخ وراسنا يا حسن ليه يا راجل ما كنتش عارف انها عفريته بالشكل ده ليه ايه اللي حصل لما قربنا من بعض وخدي جه على خدها كتير كده كتير كتير طب وانا مالي انا مالي دلوقتي انا ذنبي ايه كل واحد فيكم عنده حكايات انا اعمل ايه خلاص يا حسن وعد مني هلغي لك صاحبتها وهنخرج سوا انت كمان هتشوف لي صاحبتها يبقى كتر خيرك يا هشام ولا يهمك انا دلوقتي هطلع اخد حمام علشان هنزل اقابلها انت مش لسه مقابلها مدام طالبه ما تحرمهاش طالبه اديها مبدا كويس طالبه اديها طبعا لكن سكه التسبيل بتاعت صاحبك دي ما بتنفعش انت باين عليك صح ولا ايه يا سي روميو ما انت كازانوفا فاكر نفسك مقطع السمكه وديلها يا ابني بطل السواكه اللي انت فيها دي وخش في المضمون بقى وتعلم هو كازانوفا وانت روميو وانا في البطاطس ريحتها فيه هو انت هتفضل تشمه كتير بقيت مضمن خلاص ما هي بتبدا بالشم بعد كده هتضطر تاخده حقن اللي هو ايه ده الاشارب اقول لك على نصيحه رجعها لها وهي فرصه عشان تشوفها والله فكره دي فكرتي بس المره دي بقى تاخدني معاك تهي لازم ابقى لوحدي بس لا خلاص حاضر ماشي حاضر انت بتاخدني على قد عالي لا 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 خلاص خلاص والله وعد وعد انا جعان يلا